خليني ارحب بحضرتك الاول. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، كيف الحال؟ سعد الهلالي بيفهم في الدين ولا لا؟ لا، ده استاذ فقه. وايه يعني يكون استاذ اي حاجه في الدنيا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه وله. ثم ما بعد، مرحبا بك استاذ محمد وحضرتك واهلا بك ومشاهديك الكرام والله. وسعداء برؤيتكم المباركه. بس عجبك وانا شغال كده؟ لا انا كنت همشي، انا كنت خلاص همشي. ما اديش انا على الحاجات دي صح؟ خلاص ده تيجي نص دلوقتي. ما بعرفش. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، موفق مسدد. طيب دايما. معلش يا استاذ، احنا كنت وقفنا، انا عارف ان الموضوع عن التغيير في الاسلام. نعم. وعارف بس مش هنخرج عنه، لكن الافتاء بتقول انتهاك الخصوصيه ابرز ازمات العصر. رائع. الا اذا ان كان الخصوصيه دي يترتب عليها مفسده. هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم، للاسف الشديد نحن الآن لا نتحكم إلى نص شرعي وإلى رأي فقهي ولا إلى مذهب من المذاهب الفقهية، ولكن نتحكم إلى ماذا يريد أمن الدولة وماذا تريد المنظومة الحاكمة من الشعب، تصدر لها الفتاوى كما تريد. عندها مشكلة في المية، الناس تستجمر، الناس تعطش. عندها مشكلة في الأكل، الناس تجوع والجوع ده صحة. عندها مشكلة في أي حاجة، الشيوخ جاهزين لأي حاجة في الدنيا. بس منطلق الشيوخ ومرجعية الشيوخ ليس قول الله ولا قول الرسول ولا قول الفقهاء، وهذا الدين بين، لا يحتاج إلى هذه اللعبكات. الإسلام واضح، الحلال بين والحرام بين كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور منتهية شرح وتفصيل. الآن حينما تظهر مثل هذه النتوءات، وموجودة في كل عصر ومصر بالمناسبة، الطغاة بل المحتلين أنفسهم كانوا بيستخدموا نماذج مثل هذه حتى تستطيع أن تؤثر على الشعوب وتقول للشعوب لا تقاوموا الاحتلال، لا تقفوا أمام الاحتلال. وما حتى المشهد بتاع عمر المختار لما جاته مجموعة من الشيوخ يعني بينكروا عليه أنه بيجاهد، هذه موجودة في كل عصر ومصر. الاحتلال نفسه دخل على يعني على ظهور بعض المنتسبين للعلم. ما تقولش هو بيفهم في العلم ولا لا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، مش جاهل، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصيره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. مش مجرد أنه علم، ما العلم دي معلومات ومعارف، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني أسوأ مثال في القرآن لمثل هذا النموذج اللي عنده معارف، اللي هو إيه؟ كمثله كمثل الحمار، إن كمثل الحمار ليه؟ يحمل أسفارا، لأنه مش عارف. الأسفار محفوظات لكن مش مفهومات. والذي لم يستفد بالعلم كمثله كمثل الكلب، إن من عليه هلس او تتركه هلس. اسوأ امثله في القران. طيب مثل التون، معلش بس خلينا نقف هنا.